أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعزي المشير صدقي صبحي في أولاده والجيش وفي الشرطة اللي مات، وبعزي لرئيس رئيس الجمهورية. أنا بقول دلوقتي أنا بطلب تطهير من الأحزاب الإرهابية اللي نازلة في الأحزاب السياسية. أنا عايزة تطهير كامل. سوى إيه؟ مفيش حد دلوقتي فوق عن القانون. أي سياسية مندمة لجماعة إرهابية بطلب تطهير ليها. ونفس الوقت أنا بقول اصحي يا مصر، عشان ده في حرب قايمة في مصر. صحصحوا، اصحوا يا مصر وحافظوا على مصر، بدوروا وشوفوا عيالكم وحافظوا على جنودكم وحافظوا على شهداءكم اللي بتموت. دوروا على مصر اللي شوفوا فيها كام شهيد، شوفوا اللي فقد امه واللي فقد ابنه واللي فقد زوجته، شوفوا اللي كل شهيد بيموت فيك يا مصر وبيتهارك بدم مصر. واحنا بنقول